نادي الكويت، خالد علي الغانم الذي يقدم الدروع التذكارية، مقدمة كرئيس نادي الكويت السيد خالد علي الغانم. هنا فهد الغانم، رئيس والقائمين على نادي الكويت، رئيس نادي الكويت خالد الغانم، شقيق رئيس مجلس الأمة المهندس والسيد مرزوق الغانم، اللي يعني يتشرفون بالسلام لسمو ولي العهد الكويت شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تعالى ورعاه. وهنا الجهاز الفني والإداري لدى العميد الكويتاوي. أصحاب المركز الأول وتحقيق اللقب السابع لهذه الكأس الخالية لكأس سمو ولي عهد دولة الكويت. هنا المحترف السوري حميد ميدو، حميد ميدو ولاعب نادي الكويت، حميد ميدو، حميد درويش ميدو، حمزة الأحمر اللاعب التونسي لاعب والمحترف في نادي الكويت، اللي استطاع نادي الكويت من انتدابات جديدة والاستغناء عن محمد فتاو وصابر خليفة والاستدعاء والتعاقدات لعصام المغربي، المغربي عصام العدوى، والتونسي والبقاء على التونسي حمزة الأحمر، والسوري حميد درويش، والبرازيلي القادم لوكاس فينيسوس سيلفا المعروف بلوكاو للاعب نادي الكويت. اللاعبين والجهاز الفني والإداري للعميد الكويتاوي، والفرحة الواضحة لتحقيق اللقب السابع للكأس الغالية كأس سمو ولي عهد دولة الكويت. شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أطال الله في عمره على الخير والعز والمعزة. لاعبي نادي الكويت الآن سامي الصانع، طلال جازع، وأيضا استلام الميداليات الذهبية يستحقون بلا شك تقديم واحدة من اللقاءات المهمة واللقاءات الممتازة. فهد الهاجري الدولي الكويتي، لأيضا لاعبي هنا المحترف القادم الجديد في هذا الشهر بالانتقالات الشتوية المغربي عصام العدوى صاحب 33 عاما، المسيرة التي بدأت مع الوداد البيضاوي المغربي ثم نانس الفرنسي ثم نانت الفرنسي، لعب للقادسية الكويتي في موسم 2010-2011. حميد القلاف الحارس العرباوي السابق الذي قدم من نادي العربي الكويتي إلى نادي الكويت. طلال الفاضل لاعب نادي الكويت والقادم من نادي كاظمة. إمشاري غنام العنزي الظهير الأيسر، واحد من اللاعبين الذين ينبؤون بمستقبل واعد للكرة الكويتية. هذا المدرب القدير محمد عبد الله، المدرب الكويتي الوطني اللي حقق اللقب الأول في هذا الموسم. وبالمناسبة هذا المدرب محمد عبد الله عندما كان لاعبا سجل في 3 نهائيات لكأس سمو أمير دولة الكويت، 75-76، 77-78، ونهائي 79-80.
في كل نهائي يسجل عندما كان لاعبا، وهو إلى الآن يسجل الألقاب كمدرب. فيصل زايد ما شاء الله تبارك الله، هذا المبدع، هذا المميز، صاحب الهدف الجميل، وضع النادي الكويت في اللقب السابع في البطولة، في البطولة الغالية. أتمنى التوفيق في الحفاظ على هذه الثروات الكروية. فيصل زايد، طلال جازع، مشاري خنام للاعبي العميد الكويتاوي، لاحظ العناق، يستحقون بلا شك لاعبي نادي الكويت. هنا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيد جياني انفنتينو، هنا السلام الحار للرئيس الفخري لنادي الكويت. جمعة، جمعة سعيد الآن، الإيفواري والسلام مع أيضا رئيس مجلس الأمة ورئيس نادي الكويت السيد خالد الغانم، وبحضور الكبير لدى سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تعالى ورعاه. هنا عبد الله البريتشي، شريدة شريدة، فهد حمود الرشيدي، القائمة لنادي الكويت، مصعب الكندري حارس البديل، حسين حاكم قائد كتيبة العميد الكوتاوي والمدافع القوي، نتابع لحظات التتويج الأجمل، هي لحظات التتويج الآن، والسلام على سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تعالى ورعاه، ورئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني انفنتينو، ورئيس نادي الكويت السيد خالد علي الغانم. هنا في يعني السلام والصور التذكارية الجميلة تبقى للتاريخ، تبقى في اللقب السابع لنادي الكويت في هذه البطولة وفي التاريخ الذي سوف يشهد بالسلام وبشرف السلام لأيضا ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. هنا السلام الوطني الختام، ونترككم مع السلام الوطني.